الأنهار تسقط من صلب حسيني هيهات من نسلين لبيك مولاي يا حسين لبيك مولاي يا حسين لبيك مولاي يا حسين على الحسين وحسينا هيا نبكي على قتل حسين وحسينا وعلى آل لبيك مولاي حسين لبيك مولاي حسين أنا حسين بن لبيك مولاي حسين لبيك مولاي حسين لبيك مولاي حسين لبيك مولاي حسين أنا أقول حسين هيهات من الذل نحن امتثالا لقول الله تعالى وتطبيقا له ارتأى مركز الدراسات الأفريقية بأن يقيم برامج متعددة في داخل العراق وخارجه وفي خارج العراق قام أكثر من 20 دولة في مختلف البلدان بأن يقيم مجالس العزاء مواساة لأهل البيت
وايضا له برامج داخليه في العراق، لا سيما هذه المسيره تسمى مسيره عشاق الحسين التي تجمهر فيها جمعا من الاخوه الافارقه من مختلف الجنسيات بان يقوموا بان يواسوا السيد ومولاي امير المؤمنين والمولى صاحب العصر والزمان هو المعزى، وايضا المراجع العظام لا سيما الامام السيد السيستاني على الله تعالى مقامه. انطلق موكب الجالية الأفريقية في العراق يضم أكثر من 13 دولة، أقامها مركز الدراسات الأفريقية التابع للعتبة العباسية المقدسة بمشاركة الجالية الأفريقية في العراق. هذه المسيرة تقدم العزاء للمولى أمير المؤمنين بشهادة ولده الحسين عليه السلام وأهل بيتهم. اليوم مجالس العزاء في كل بقاع العالم، في كل بقاع الأرض. اليوم الجالية الأفريقية توجهت لتقديم العزاء للمولى أمير المؤمنين بشهادة ولده الحسين عليه السلام. لبيك مولاي يا حسين بحسابنا في إمامنا، لبيك مولاي حسين لبيك مولاي يا حسين. لبيك مولاي يا حسين، لبيك مولاي يا حسين. أنا
أنا حسين بن عفان مقاتل رجالنا لبيك مولاي يا حسين أنا حسين بن علي أنا حسين صديق صديق السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اليوم كطلبة الأفارقة من دول المختلفة ومن حوزات المختلفة بين النجب والكربلاء نحن في مركز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لإرسال رسالتنا وتجديد ولايتنا إليه والبراءة على أعدائه الذين قتلوا ابنه الحسين عليه السلام. يعني الخروج لأجل مظاهرة المسيرة العشرائية عبارة عن إظهار الولاية لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، ونحن اليوم خرجنا لأجل هذه المسيرة لنجدد براءتنا لأعداء آل محمد ونجدد ولايتنا لأمير المؤمنين، ونحن في جواره وفي مركزه الشريف اليوم. إلا أنه ندعو للعالم أن في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه المصاب تجد أن بعض القوم يحاربون هذه الشعيرة ويعدون عليها ويحاولون على منعها، ولكن الحمد لله هذه الدين الحقيقة ولا يمكن دفنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين في الدنيا والآخرة، ونرسل رسالة الحسين التي هي رسالة الإنسانية للجميع، ليست الرسالة للشيعي أو السني أو المسيحي أو غير المسيحي، لا، بل رسالة الإنسانية لكل من له هذه الشعور. فنجدد إن شاء الله ولايتنا إليهم ونبرأ من أعداء الذين قتلوهم وظلموهم بحق محمد وآل محمد. Oh,
نحن رجال حسين. قال الحسين في كربلاء انا حسين بن علي انا حسين بن علي انا حسين بن علي يا حسين. أعظم الله أجورنا لبيك مولاي يا حسين بموسى بن علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعزية لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ومشاركة لأناس من قارة أفريقيا من تقريبا 13 دول، منها تجمعنا هنا حتى نعزي أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام بتجمعنا من هنا إلى ضريح أبيه عليه السلام. لذلك الأفارقة هم أرادوا أن يلبوا نداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إذ قال هل من ناصر ينصرنا، فكأنما هذا النداء وصل إلى قارة أفريقيا فهم هاهنا تجمعوا حتى يلبوا هذا النداء ويقولون نحن أنصارك يا أبا عبد الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا يحيى من نيجيريا، جئنا من كربلاء لهذا المسير تحت هذا المركز للدراسة الإسلامية الإفريقية. نحن دائما نحن نعزي صاحب العصر والزمان ونعزي مرجعية الكبرى حول هذه المصيبة. نحن مع الحسين كما عبرنا الرواية الشريفة تقول النبي الأكرم يقول حسين مني وأنا من حسين. نحن دائما مع الحسين. عظم الله لكم أجر والزمان إن شاء الله، وعظم الله لكم أجر. حسين مو فقط يمثل طائفة الشيعة، لا، حسين يمثل الإسلام بأكملها. حسين من جميع، حتى مسيحيين يتشرفون ببركة حسين عليه السلام، ببركة هذه الثورة مسيبا حسين عليه السلام. حسين ليس فقط من الشيعة، لا 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 لا، حسين للجميع. كما قال النبي الأكرم، أنا وعلي أبوي هذه الأمة. حسين أيضا نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حسين للجميع. يا حسين يا بيت مولاي يا حسين. Thank you.
لبيك مولاي يا حسين، لبيك مولاي يا حسين. مترعة اللهم فاستجب دعائي وقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد. أنت إلهي وسيدي ومولاي، يغفر لي عزائي وقفعنا أدعنا واشغل وعنا أدعنا وعلي الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بسعره ما أوليه إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجل وليك الفرج يا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. اليوم أو في مثل هذا الشهر نحن في جوار أمير المؤمنين عليه السلام، إلى لكي نؤذيهم بمصائب الذي جرت يعني بإمام الحسين عليه السلام وسيدة زينب وأصحابه. كما قال الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الحسين كما قال الرسول: حسين مني وأنا من حسين. حسين له يعني درجات عند الرسول، له يعني فضائل عند رسول الله. بسبب هذا هؤلاء الأوغاد، هؤلاء الظلماء قتلوا حسين عليه السلام. هم عرفوا بأن الحسين ابن بنت رسول الله، هم قتلوه يعني بالظلم. هؤلاء الذي قتلوه يزيد لعنة الله عليه، نحن ليس معهم، نحن مع أتباع الرسول، يعني نحن من أولاد آل محمد عليه السلام. هذا ما أقول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إن قلوب الحمد لله. كما قلت سابقا، جئنا من دول المختلفة من قارة إفريقيا، كلنا طلبة الحوزة والزائرين، والآن ننطلق إلى زيارة أمير المؤمنين والأعزاء بمناسبة ذكرى استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. إن شاء الله نسأل الله التوفيق في أمورنا كلها. كل دول إفريقيا تقام مجالس الأعزاء بسبب هذه الواقعة المؤلمة،
واقع استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وزورة رسول الله، وهذا هو سبب انتشار التشيع في دول الإفريقية كلها. عندنا مظاهرات والمجالس والردود في آفاق كل الجوانب من دول الإفريقية إن شاء الله. علمنا قادة الإمام حسين ثورة إسلامية في كل دول العالم إن شاء الله. بهذه المناسبة إن شاء الله ينتشر التشيع في كل دول العالم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أول شيء عظم الله لكم الأجر يا ساداتنا الكرام، نعزي رسول الأكرم وصاحب العصر والزمان وكل أنبياء وأئمة بهذه المناسبة الذكرى استشهاد السيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. ونحن الطلبة من جعلنا من كربلاء من القدسة إلى هذا البلد النجف العشرة تحت هذه المركز الدراسات الإفريقية، يعني قسم الشؤون الدينية والتبليغات إن شاء الله. ونحن جئنا لكي نزور إمام علي عليه السلام ونأتي إليه ومرجعية الكبرى والعظمى إن شاء الله تحت هذا المركز المفيد. ولذا نحن إن شاء الله دائما مع هذا المركز، هذا المركز خدمتنا، هو قام بخدمتنا والله الحمد لله، إدارتنا وإسعتزنا الحمد لله، شكرا لا فكر على ذلك. لذا نحن الطلبة إن شاء الله ما ننسى حسين أبد، نحن إن شاء الله طلاب الحوزة العلمية. جئنا نشارك إخوتنا الأفارقة من الدول المؤمنة الأفريقية في مواساة أمير المؤمنين سلام الله عليه بذكرى استشهاد ولده الحسين سيد الشهداء سيد الأحرار. وأيضا نشكر الإمام الحسين عليه السلام لأن بقيامه وثورته ووقفته أحيا الدين. لذلك هؤلاء من تخوم الأرض من تخوم إفريقيا جاءوا ليشكر الحسين عليه السلام هذه الوقفة المشرفة التي لولا الحسين عليه السلام ووقفته ما بقي الإسلام والدين. فجئنا نعزي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بوفاة واستشهاد أولاده. إن شاء الله سوف نقرأ زيارة أمين الله الشريف. بسم الله.